كل التحايا لكم مشاهدينا، ونحن نستقبل الشتاء بالتأكيد مجموعة من المبادرات أيضا في حديثنا عن غطاء الشتاء وشتاء دافي، ومجموعة من المبادرات التي تزعى لسد الفراغ في تحل المشكلات المختلفة التي تواجهنا في فصل الشتاء. وأيضا من أبرز الأسئلة التي دائما تكون مع بداية فصل الشتاء، ما هي أنواع التغذية السليمة في هذا الفصل وبشكل خاص لطلبة المدارس؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم صباحا مع الدكتورة تماضر عبد الله اختصاصي التغذيه. مرحبا بك وصباح الخير. اهلا، صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل المشاهدين. مرحبا بك. ونحن بنتكلم عن انواع التغذيه المختلفه، لابد انه نتكلم عن انه ما هو مطلوب في فصل الشتاء، بما انه نحن بنستقبل الشتاء، وبالتاكيد كل الامهات وكل الاسر بيتساءلوا في انه نحن المطلوب شنو لفصل الشتاء. فبداية خلينا نتكلم عن إنه أهم الأشياء الممكن تكون موجودة لتغذية طلبة المدارس في فصل الشتاء. أول حاجة طبعا المدارس تبدأ من وقت بدري شديد، اللي هي من 7 لحد 3 لحد 2:30 وحدين لحد 4، اللي هي التراحيل بتجي مرات لحد الساعة 5. فتقريبا الطفل في عمر المدرسة بيقضي وقت في المدرسة أكثر من في البيت. طيب نحن كيف نقدر نوازن بينهم؟ انه نديه تغذيه سليمه، نخليه في المدرسه، نخليه نشيط، نخليه صحي. يعني دي كلها محاور في انه انا كيف اخلي الولد ده كويس او البنت دي اخليها كويسه الوقت كله. صح. طيب اصحى من الصباح قد ايش؟ احنا عندنا يعني عاده غذائيه خاطئه، نحن كناس تغذيه محاربين لها، وهي حاجه جميله، وصباح الشاي وما بعرف كوبايه الشاي وصوت غوشت امي وشنو كده عندها اغنيه حاجه دافيه وكده. فدي هي ككوباية شاي بس لصباح لطفل طالع على المدرسة غلط. يكون معاه إن شاء الله عيشة، بسكويت، يكون معاه حاجة، ويا ريت لو السندوتشات اللي بتتخطى له في اللانش بوكس أو في الشنطة تتأكل جزء منها الصباح. يعني الواحد لو بياخد 2 ياخد 3، الأولى ياكلها. يعني إحنا الدولة الوحيدة اللي ما بنفطر من الصباح، السودان الوحيد، كل الدول دي بتفطر فطور كامل الصباح حتى تطلع شغلها او مدارسها. طيب خلينا نحن بما انه احنا نتكلم عن فطور الصباح ابتدرنا به، هو عموما الطفل زي ما ذكرتي بيحتاج اشياء مختلفه، اذا كان في اطار التفكير وما يخص الدماغ والذهن وكذا. ايوه، صحه نفسيه، صحه غذائيه، صحه الصحه النفسيه، الطاقه. أيوة. والصحه البدنيه وغيرها. أيوة. المطلوب شنو من مواد؟ يعني مش انه فطور فقط، يعني هو الفطور يكون شنو صباحا؟ اول حاجه نحن زي ما قلنا في الشتاء ما ممكن انا اديه حاجه دافيه زي شوربه او غيره يمشي بها المدرسه، لكن اديه حاجه تدفيه في جسمه. طيب المواد اللي بتدفي الجسم شنو؟ اول حاجه الناس حتستغربها اللي هي الخضروات الجزريه، الجزر، البطاطس، البطاطا الحلوه. طيب انا ممكن اعمل سندوتشات كيف؟ ممكن اعمل شيبس، اعمل عليه كاتشب. طبعا دي احنا مع الوضع الاقتصادي بتاعنا ده بنحاول نوازن بانه هل الاب قادر يجيب الحاجات بالضبط. دي هل الام في ام بتصحى من الصباح بتعمل لاطفالها سندوتشات ولا هيك يا امشي للراجل الجمره بتاع الطعميه دي شلك سندوتش وامشي من وشي؟ صح. الام اللي بتصحى لحد الساعه 10 ما عارفه طفلها مشى كيف ذات ولا هو اصلا لبس شنو ولا اكل شنو. يعني عندنا نحن نماذج بتاع اطفال سبب تغذيتنا الامهات. صح. برغم انه الوضع الاقتصادي كويس، البيت مهيأ، الوجبات موجوده، لكن اهمال الامهات بيضيع الاطفال. طيب الوجبات اللي انا ممكن اوديها لهم تخليهم يدفي لهم جسمهم زي ما قلنا الخضروات الجزريه، خضروات الخضرة ذاتها اللي هي بتخلي الجسم يعني الهضم بتاعه اسرع. نحن في الشتاء ليه الاحتياج للغذاء اعلى؟ لانه تدفئه الجسم بتاخذ طاقه مننا. تلقى الطفل دائما داير حاجه فيها سكر، يا ماما ما في عصير، يا ماما ما في مربى، يا ماما ما في طحنيه، عايزين حاجات. تلقى الطفل كله زمان كان بيشتري مثلا شيبس، بتشتري حلاوه صغيره، لا عايز شوكولاته، حاسس يروح عايز ياكل كميه بتاعت سكر اكثر. ليه؟ لانه ما مكتفي من الفيتامينات والاملاح المعدنيه والبروتينات وغيره وغيره من العناصر الغذائيه، عشان كده مايل للسكر، لانه كل ما حرق كل ما هو فتش ثاني للسكر. واحنا اصلا اديناهم حاجه غلط، اديناهم صباح شاي بسكر. ايوه. معاه بسكويت صناعي، ما اديناهم حاجه مفيده. لو عملنا له وجبه كامله متكامله وديناها له وما كان مش فتش له حاجه ثانيه. هي الوجبه دي مهمه صباحا، لكن زي ما ذكرتي يعني احنا بدينا هسه في اجزاء الله من الاشياء اللي تكون فيها شنو؟ الناس يعني قلنا الجزيره اللي قلت البطاطس، لكن احنا دائما عندنا مشكله يعني في انه هو ممكن تكون الاشياء مفيده لكن طريقه التحضير لها برضه فيها مشكلات. دي كمان دي ده يعني قصه براها.
اول حاجه نحن لو يعني تعودنا مثلا نمسك البطاطس براها، ايوه المحمره غير المعموله بالفرن غير المسلوقه. يلا بالضبط كده، هسه لانه انت قلت لي بطاطس مقليه مع كاتشب مع شنو، فدي ممكن ما دي يعني ما في امه تصحى من الصباح تقطع وتعمل لك فيها زيت وتحطها لك في الفرن ربع ساعه ما تصبر لك. والله يا ريت لكن ثانيتين طلع الحاجه دي وخلاص. لكن هسه البطاطس دي زي ما قلنا لو عملناها الشيبس طبعا ما صحيه زي تتحط في الفرن، ايوه زي المسلوقه. نحن مشكلتنا ذاتنا عاداتنا الغذائيه، حتى الخيار اللي عندنا ده طريقه تحضيره مرات كثيره بتكون غلط. بالضبط، يعني هسه زي البطاطس اللي قلنا لي في كل الدول البطاطس دي بتتسلق بتتعامل معاها زبده مثلا ملح بهارات بتتاكل، دي طبعا حاجه جميله جدا مسلوقه وعايزه الطفل يتعود عليها. نحن مشاكل الاستساغه عند الاطفال دائما، أيوة. لانه نحن ما معودينهم. نحن البطاطس المسلوقه دي معروفه يا اما عملوها بشطه صح كحاجه مثلا كده سناك صغيره او حاجه تونسوا بها في جلسه قهوه، أيوة. او ادوها لبيبي عمره اقل من سنه عشان شنو؟ عشان ما عنده او بيرجعوا يحمروها يعملوها كفته وكده، ايوه يعملوها كفته او ثاني مثلا لو ضربوها بالزبادي او حاجه بناكلها ثاني بعيش، يعني برضه بوظنا الحاجه اللي احنا عملناها عشان ما عندنا الاكل بالمعلقه والشوكه والسكين والحاجات دي، لكنه كله بالعيش. طيب فطيب انا اللانش بوكس ده انا هقوم احدده من الطبقات العاليه للطبقات الاقل. الناس اللي بتقدر تاخد فواكه تاخد مثلا لحوم، الطفل بيحتاج للحمه يوميا اللي هو البروتين الحيواني. البروتين الحيواني هو فيه البروتين في الحليب في اللحمه في الاسماك في مثلا اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء اللي هي الحمام والفراخ والاسماك دي براها، والبروتين في البيض. عندنا البروتين النباتي لكن في عناصر غذائيه ما موجوده الا في البروتين الحيواني، وللاسف نحن كوضع اقتصادي وبلدنا فيها ثروه حيوانيه ما عاديه ونحن اكبر دوله مصدره للحوم اول دوله عربيه، لكن عندنا مشكله في النقص اعلى سعرا كمان الحمد لله. احنا كناس تغذي الحاجه دي بتؤلمنا جدا لما تتصل عليك مره تقول لك انا عندي 4 أطفال وخمسه اطفال مثلا ايتام وقفت اللحمه زمان هسه عايزه اوقف الحليب، طيب ابدل لهم شنو؟ ما في حاجه اسمها بديل ثاني، احنا اللحمه ما عندنا لا بديل، كيف نبدل لك الحليب؟ فانت البروتينات دي لازم تكتمل خلال الاسبوع عشان الوضع الاقتصادي خاصه نقول لهم 3 مرات يا اخي احنا ما عندي امكانيات لحمه، طيب عدس، طيب فول. اللانش بوكس ده للناس المقتدرين اعمل لي ليله شاورما مثلا فراخ مقطع معاه وعيش معاه صوص انت عاملاه ان شاء الله فول دكوه بليمون وملح معاه كاتشب عملته في البيت اول جاهز خطيتي له معاه كمان تفاحه خيار لو بيقدر ياكلها قلت له ليمونه عشان يقدر يستسيغ الحاجه دي، والفيتامين سي اللي هو في الليمون ده مفيد جدا لامتصاص الحديد وافضل من الكاتشب، هو افضل لكن الطفل ما هياكله لك من غير كاتشب. احنا الكاتشب ده بنقول بنوصل امهات يعملوه في البيت وكده يرشوه، ايوه دي برضو نقطه لازم بعد ما نفصل في التفاصيل المختلفه لللانش بوكس نرجع نتكلم الناس كيف يعملوا الحاجات دي في البيت. كده عملنا خدينا لحوم خدينا خضار خدينا قطع بتاعت فاكهه، العصاير اللي بتكون في الزمزميه او في الحاجه اللي هم شايلينها دي تكون عصاير طبيعيه بلاش العصاير البودرة بلاش، يعني كل أنواعها. كمان عندك تاني العصاير اللي بقت معلبة فيها المصاصة دي صح دي كمان بتجوها في البيوت بكت باعتبار انها اسهل بتدوم أيوة. كل يوم منها أيوة. دي مشكلة يعني الامهات هي لو بالغة بتديه دي تاني تقول لي خذي اعمل لي عصير تبقى تعمل لي البودرة لكن تقطع وتخلط في الخلاط والمواضيع دي فرجعني يعني ما عندكم انتوا اغلى من اولادكم فرجعني اهتموا بيهم، يكون عصير فريش يكون سكره أقل زي ما قلنا كل ما اديتي سكر كل ما فتش لغيره، وعشان الطفل ذاته ما يكون زهجان في المدرسه وما يجيك يا خنا ولا اطفال الصغار يبكوا طوال انت ما عارفه ماله. الشتاء فصل الاكتئاب معروف دوليا ونفسيا انه الشتاء ده اصلا فصل الاكتئاب، طيب انا اطلع طفلك كيف من الاكتئاب ده؟ اقوم اديه حاجات يعني تكفيه اللي هي كل العناصر الغذائيه زي ما قلنا بروتين اللي هو احنا كان بدينا اللانش بوكس وقلنا للمقتدرين ممكن يعملوا كده أيوة. لكن احنا بنعلم الحاله الاقتصاديه يلا نرجع ثاني للناس المهم انه نقول لناس بسيطين ما قادرين انه يعني مثلا يعملوا الشاورما او الكاتشب والكلام اللي انت بتقوليه ده لانه هو الفطور بالنسبه لابنائهم ممكن يكون شاورما اللي هو مثلا العدس احنا امبارح اتغدينا بعدس للناس الطبقه الكادحه دي اللي هي 85% من السودانيين كادحين واحنا يعني نكون حقيقيه وبشفافيه
ال 85 من الناس دي العدس ده قلت لي عدس قطع له فيه وعيش يشرب العدس اعمل له زبده الفول السوداني اللي هي الدكوه مع ليمون قلت عليه عشان استسيغه من امبارح هو متغدي بيه وثاني اجي افطر بيه وبزهج بعين للطفل اللي جنبه انه عامل شاورما بعين الطفل اللي جنبه ده شايل سجق يعني بالرغم ان دي حنتكلم عنها برضو انه الوجبات او اللحوم الجاهزه الامهات بيجوا يعملوها كفطور يومي صح فقمنا خلاص هدينا العدس تلقى الواحده ما عندها في الثلاجه غير طماطم لو بيحب الفلفل ياخد لها واحده لو عندكم جرجير عندكم حاجه قطعيها صغار ولخبطيهم مع العدس احنا عندنا الاطفال اللي بيشيل الحاجه برميها حتى لو كانت كرواسون لو كان سمبوسه فيها حاجه خضراء وبشيل يطلعها طوالي يعني ولا بيتفهم احنا بنقول لهم لدرجه انه قطعوا الحاجه الخضراء دي وعجنوا بيها العجين عشان ما يقدر يطلعها منها كنا خلطينا العدس خلطينا الخياره لكن في العجين لو اذا اتخطت في النار ما بتفقد قيمتها احسن مما ما زول ما يتناولها يعني هي بتفقد ما كثير وبذات الفرن يعني درجه الحراره والمواد الطياره فيه ما بتكون لانها حوالينا في عجين صح. يعني المواد الطياره ما كلها بتطلع منها بتكون شويه محفوظ منها افضل مما انه يرميها كله يعني ثاني قلنا ديل الطبقه الكادحه في ناس العجز ده ما لاقينا طبعا الواحد يقول لك طفله هذا يمشي ويجي راجع يفطر بالذات اهلنا في القرى الاطفال بيطلعون للفطور الساعه 10 بيجوا راجعين البيت يفطروا ويرجعوا ثاني ده الافضل من هنا في الخرطوم او في المدن اللي هم اللي عندهم اللانش بوكس او الكيس بتاع الفطور حق الصباح صح لانك انت بترجع البيت كده احنا دائما بنقول لانه الفطور كمان مهم حتى لانه يكون ذهنه صاحي قادر يذاكر الاستيعاب اعلى يستوعب غيره فعشان كده احنا بنقول لكل المبادرات وكل العاملين في العمل التطوعي واصحاب المسؤوليات المجتمعيه في المؤسسات بانه هو الدعم لوجبه الفطور في المدارس الطالب. بحاجه أيوة مهمه أيوة جميله خلينا كمان يعني نتكلم عن جانب هسه تكلمنا عن موضوع التدفئه ده وجود الفطور صباحا ما يخص التفكير والطاقه الذهنيه وغيرها شنو المواد اللي ممكن تكون هي افضل يعني نحن طيب عندنا احنا كدوله الحمد لله غنيه بالحاجات الطبيعيه يعني الدول الثانيه بتصرف الحاجات دي ادويه او الدول المتقدمه اللي هي عشان بيكون في نسبه سكان عاليه بيكون في مشاكل صحيه بيكون الامهات الغير مرضعات الامهات الشغل العاملات طبعا. دي كلها بتكون عندها اسباب الحاجات اللي بتخليه مكتمل عندنا مثلا الاوميجا 3 زي ما قلنا في الدول الثانيه بدول الاطفال من عمر 5 سنة لحد قدام هم بدوا له كجرعه مناسبه لعمره احنا هنا ما عندنا الثقافه دي والحمد لله انها ما عندنا لانه طبعا لما تاخذ الحاجه كيميائيا ككبسوله ما زي الطبيعيه اسوء من ما انك تاخذها طبيعيه الاوميجا 3 دي بنلقاها في المكسرات احنا الحمد لله عندنا الفول السوداني ده صاحبنا باسمنا نتشرف به انه في اي وقت اديتيه فول سوداني ان شاء الله كده على كفه يده يحبوه صح بكفي بتكفيه عملناه زي ما كنت اسف زبده الفول السوداني والدكوه برضه مريحه انه تعملها له في اي وقت وبياكلها طوالي مهم برضو في النقطة دي نقول إنه الفول السوداني أحيانا بتكون فيه مشكلات في فطريات أو غيرها فمهم اللي هي إنه ناخد جزء نظيف اسمها الأفلاتوكسين السبب الأول لأمراض الكبد أو سرطان الكبد ده تقريبا حاليا اندثرت ليه؟ لأن السبب الأول والآخر كانت الدفن تحت في الأرض أو ما يسمى المطامير صح احنا درسنا زمان في الجامعة اللي هي التغذية وتكنولوجيا الأغذية فبدينا الزراعة دي مما تطلع من المنشأ من الأرض لحد ما تصل المستهلك لحد ما تخش الجسم بعدين تبدأ التغذية بتاعت الإنسان فالمطامير دي هي اللي بتقوم بتعمل لنا الفطرة بتاعتنا الرطوبة عموما خلينا نقول إنه يعني والله دايما خليه في لو كانت مخازن فيها تهوية ما زي في الأرض حاليا ما لا ما هو الحفظ في البيوت بالتاكيد ما خلاص نحن موضوع المطموره وشنو دي بتبقى للحاجات التجاريه ايوه لكن الحفظ في البيوت ده نحن بنقول في حته فيها هواء حته جافه وتتاكدي انه الفول السوداني ذاته اللي انت عامله منه الدكوه انه هو صحيح عشان كمان ما نجي عشان نعمل بناء صحي نقوم نهدم يعني ايوه دي النقطه حاليا والحمد لله ما زمان كانت الكثافه السكانيه اقل فكان استهلاك الفول السوداني اقل هسه في التصدير بقى عالي جدا ما في فول سوداني يتخزن حتى لما تقوم تنمو فيه الافلاتوكسين يعني حاليا احنا لما نجي نلقى لنا عينه فيها افلاتوكسين او فيها الفطره عموما المسبب للحاجات دي قليل جدا او يتكدد عدم لان المواصفات المقاييس طيب دي مشريات كويسه ايوه يعني طيب. الحمد لله احنا من زمان عملنا السبب ودرسنا فيه وعملنا كم دراسه كده
حتى اساتذتنا ربنا يدونا العافيه في الجامعه كان كلها ان اسبابها التخزين، والتخزين ليه؟ لانه الاستهلاك كان ضعيف. بس احنا الدوله الاولى مصدره طبعا للفول السوداني. عندنا المنتجات، اي منتج الاقاشيد الحمد لله يعني شال كميه كبيره من منتج. طيب قلنا الاوميجا 3 اللي هي في المكسرات، ثاني وين؟ ثاني لما قلنا الحاجات اللي هي الاسماك فيها اوميجا 3 كبير جدا، التونه هو بيقول لك التونه والساردين. اي حاجه فيها عظم مهمه جدا لانه فيها كالسيوم وفيها اوميجا 3. ثاني عندنا فيتامين سي في الشتاء مهم جدا، اول حاجه بيحمي لنا من الانفلونزا، بيقلل لنا شديد الانفلونزا. ثاني حاجه بيخلي لنا الطفل شويه فيه سعاده كده. يعني الفيتامين سي ده قريب من بس اقول لك والله لو عايز ترتاح كده اشرب لك كوبايه ليمون تهدي لك اعصابك. ايوه هنا احنا الطفل انا قاعد من الساعه 7 لحد الساعه 3 ولا 4 بيكون جاي زهقان وما طايق نفسه، مما يجي يدعي الشنطه ويخبط في اخو الصغير من غير اي سبب. انت بقيت قليل ادب انت الامهات يا اخي، الدنيا برد، ولدك ده جاي جعان من المدرسه، جاي عطشان، وعنده فيتامين سي، جسمه كله فاقد كم حاجه، اديه حلاوه عشان يتحسن. تديه عصير فيه فيتامين سي والحمد لله الليمون موجود، البرتقال، الجوافه نمبر 1 في الفيتامين سي. الناس مفتكره انه بس العصاير الحمضيات دي. والتبلدي مؤخرا دراسات مختلفه، التبلدي كمان بتكلم. لكن التبلدي ما بالمعدل بتاع البرتقال والايوه والجوافه والكده، والجريب فروت كمان، عندك الكيوي وكل الحاجات اللي احنا شويه ما بنذكرها كثير لانه ما متوفر عندنا في البلد. ثاني عندك الحاجات اللي ممكن تخلي الطفل المكسرات والاسماك بكل انواعها، فيتامين سي. عندنا الخضروات الخضراء اللي هي بتساعد على الهضم وبتساعد على امتصاص الحاجات دي كلها في الامعاء. فكده انت لو الوحده ادت اولادها كل الحاجات دي ان شاء الله لا تبقوا متعبين، الحركه بتكون كثيره، ما بيتعذبوك، والبيبي الصغير ما بيبكي كثير. طيب دي يعني الاشياء المهمه بالنسبه للطفل في اطار التغذيه، اذا كان الفطور الصباحي او حديثنا عندما يرجع من المدرسه، الجوانب المختلفه للمعالجات للمشكلات اللي بتحصل شتاء. لكن كمان خلينا في جانب اخر نتكلم عن المشكلات اللي انت بالتاكيد من واقع تجاربك موجوده في بين الناس وبين الاسر، ففي مشكلات يعني او اخطاء واضحه، فخلينا برضو ننبه لها، اذا كان في طريقه الاعداد للطعام او في طريقه تناول اشياء مختلفه في الشتاء. اول اوقات اهم حاجه بالضبط. احنا الاطفال من عمر سنه او من عمر الفطام اللي هي 6 شهور لغايه نقول 18 سنه، وافترض على الاقل 5 وجبات في اليوم، كانت صغيره او وجبتين صغار الباقي 3 كبار كده. عندنا الفهم نحن السوداني الام اطفال الجو من المدرسه ياكلوا اي حاجه، ابوهم جخط صينيه ظبطوها كده. الاول بكون جاي المغرب والاطفال جو الساعه 3، فامهات كثيره ما بيحطوا الاطفال من الوقت ده. يا اخي حرام عليك يا اخو، طالع من الساعه 7 وديتيه والسندوتش ده بكون جاب نصه واكل نصه عند صاحبه، وانت ما عارفه حصل شنو في المدرسه. فلازم تجهز له وجبه كامله. المغرب ده اعتبريها وجبه ثانيه، ان شاء الله ياكل حاجه بسيطه ويطلع من الصينيه، يكون شنو زي السناك. احنا نقلي الحاجه دي في وقت المدارس، الوجبه بتاعت الغداء تكون بعد ما هو جه من المدرسه، السناك يكون المغرب، البليل يكون ده العشاء ان شاء الله كان كوبايه حليب. عشان انت تستني ابوه ويجي وتظبط الصينيه، يا اخي ده برضه اهم من ابوهم، خدت لهم حاجه ياكلوها. طيب انا الليل عندي مثلا، احنا عندنا حاجه اسمها الثقافه الشرائيه للمراه. الثقافه دي احنا بنبداها من السله تحت المطبخ، بنشوف المراه دي اشترت شنو. زمان كان في حاجه اسمها قبل الغلاء الطاحن ده، كان اللحمه سعرها قريب من كيلو الطماطم، بينهم كان 100 جنيه او يعني حاليا كان زمان 10 جنيه تقريبا. فبمشي انا القى المراه، يعني انا امي بتحكي لي في السوق ان الواحد بيشيل 3 كيلو طماطم والليله نشبح طماطم. 3 كيلو طماطم انت بتجيب لها كيلو ونص لحمه، فهمها هي انه صرت الدكوه دي على اساس انه ابوها زول بسيط. انت صح ابوها زول بسيط، الليله اداكم قروش ما تشتري طماطم ودكوه وعيش، اشتري لحمه ربع افضل لك من كيس الطماطم الكبير ده. فبتقوم هي تعمل مثلا الربع ده عملته شوربه، عليه بطاطس قطعتا، عليه خيار، عليه جزره، جات رشتها لهم في طبق بتاع كبير بتاع فته كده خلاص. لا هي لكن تقطع سلطه الدكوه كبيره، ما في طبعا قيمه غذائيه لسلطه الدكوه مقارنه ب ان شاء الله ربع لحمه. اي واحد ياخذ له لحمه افضل، قطعه واحده بتاعت لحمه افضل من السلطه الكميه دي. فالثقافه الشرائيه دي
معظم الامهات بالذات امهاتنا يعني اخواتنا في القرى ما عارفين يعني شنو يعني الوحده بتكون التنوع عندها. نفسه يعني ممكن تلقى الصينيه فيها عيش ورز وفيها بطاطس وفي يعني نفس الاشياء ففهم التنوع ذاته بيحتاج أيوة بتاع الوجبات صح. اللي هي بتكون حاجه كلها ماشيه في كربوهيدرات أيوة. حاجه كلها ماشيه في بروتين احنا برضو عندنا حتى البرجر بتاعنا العادي ده البلد دي كلها الدنيا كلها بتاكل البرجر لحمه وخضار ومخلل احنا بناكل لحمه وبيض ايوه خضار ومخلل احنا بروتين ممكن ناخد الصينيه لو عندك عزومه لحمه حمراء لحمه بيضاء ثلاثه انواع ثاني بتاعت لحمه حمراء شيه وما بعرف كفته ومحشي شيه وكفته وفول وحاجات كثيره كلها كلها بتكون مع بعض صح. ففهم التنوع ده برضو ايوه مهم. فنحن عشان كده قلت لك الام لو كان عندها ثقافه شرائيه من الاول انا اللي فطرتهم بفول ايوه ما اغديهم بعدس اغديهم ان شاء الله سلطه بتاعت الدقوه دي عشيهم ثاني بحليب يكون عملت بروتين نبات الصباح بروتين او عملت لهم خضروات وكربوهيدرات بالنهار بالليل اديتهم البروتين بتاع حيواني ثاني بتاع حليب صح ويمكن هو ده يعني جانب للمسؤوليه يعني بيحتاج انه كمان نفرد له حلقات في انه يعني مسؤوليه الام ذاتها تجاه أيوة الاطفال أيوة تجاه أيوة صحتهم أيوة. وغيرها حتى العلاقه بينه وبين زوجها نحن كان لقينا كميه بتاعت سوء تغذيه لا وضع اقتصادي ولا يعني سوء مثلا اقول لك يعني ايش التذوق للاطفال ولا مشكله في الاطفال لقينا مشكله بين الام والاب فنحن يعني كميه الطلاق اللي هنا دي كلها اطفال ضايعين العايشين كل يوم بتشاكلوا والله ما اسوي فطور والله ما اسوي غدا بتجمعهم يعني مع بعض كلام متكامل عن الاختصاص الاجتماعي واختصاص التغذيه وغيره أيوة. خلينا برضو نتكلم عن جوانب المشروبات يعني قبل ذكرتي في المشروبات الخاصه بفيتامين سي ايوه اذا تكلمنا عن التدفئه عموما والمشروبات الخاصه بالتدفئه وكيف يمكن انه تكون هي مشروبات دافئه وصحيه في نفس الوقت عندنا اول حاجه المشروبات بتاعه انا شفتها يعني في مصر كثيره نحن هنا في السودان عندنا شويه ثقافه كده ما قاعد نستغلها السحلب الحليب بالمكسرات بكل انواعه النسكافيه الحاجات اللي بتتعامل ممكن في البيت بتكون دافئه الهوت شوكليت اللي هي الشوكولاته الدافئه كاكاو معاه حليب معاه سكر الحاجات دي احنا ما عندنا او عندنا قليله شديد طيب احنا عندنا كميه بتاعت شعير وارخص حاجه في السودان ده الشعير وعندنا الشعير الكامل عندنا الشعير المسحون وعندنا الشعير اللي هو المكشور وعندنا كل انواع الشعير الرسول صلى الله عليه وسلم قال في التلبينه حتى التلبينه دي مش تجب المرض وتسيب الحزن يعني حاجه كده نفسيا بترتاحي منها والسويد كان عندهم دراسه كبيره عن التقزم حتى تركيا اسي حاليا دخلت في المشروع ده عندنا كميه بتاع التقزم في الاطفال يعني كل ما يمشي الجيل بنلقى جيل اصغر منه لا بنراجعه لقوا الكربوهيدرات بتاعتنا ما فيها زنك ما فيها كمية تانية من الفيتامينات بتساعد على النمو على الطول أو بتنشط هرمون النمو الجروث هرمون فقاموا ليه وشنو يقولوا الموضوع ده كله في الشعير بس كل الدول اللي هي السويد وتركيا وحتى الاتحاد الأوروبي عملوا إنه الشعير يخش في كل أنواع العيش حتى لو ما كان بكمية تظهر يكون بكمية يعني 50% 60% لازم يكون فيها إحنا الحمد لله هنا عندنا شعير بدوه في الأعلاف للأسف فلو عملنا التلبينة دي هي عبارة عن موية فيها شعير موية مغلية مع شعير لحد ما تتشرب الشعير بالموية عشان يبقى زي المسلوق نكب له حليب حبة كاملة أيوة مكتملة نكب له حليب وحبة عسل لو ما عندنا عسل نكب له سكر حاجة دي مفيدة مشبعة لو بدلناه بالشاي وممكن يكون مستساغ بالنسبة للأطفال كمان طعمها جميل طبعا لأنه هو حليب وسكر دي حاجة فيه نكهة الشعير حتى الناس في الفانيليا في الارواح بكل انواع هذول خط الارواح الطبيعيه دي بتكون طعمها جميل صح يعني. فنحن دي يعني جوانب مختلفه لانه كيف تكون التغذيه سليمه في الشتاء أيوة. اذا كان اذا لجانب التدفئه او جانب التفكير والحضور الذهني أيوة. وغيره دي هسه التلبينه دي حاجه شامله ايوه طيب انا ما عندي شعير وما قادره اعمل لهم شنو من الصباح الشوربه بتاعت امبارح دي ما عندك طريقه تشتري في حاجه اسمها معظمه للأسف قبل الغلاء ده كانت مجانية في الجزارات اللي هي كمية بتاعت العظام اللي ما فيها لحمة بتكون ناشفة كده وشكلها قوية شديد بتكون فيها طعم شوربة جميل الناس بتبدأ لهم مع اللحمة كحاجة هدية بس حاليا بتتباع بالكيلو للأسف يعني رخيصة بس ما شديد
لكن احسن الام تجيبها تعمل كميه بتاعت شوربه من الصباح، ترمي فيها بطاطس تخلطها مسلوقه، تخلطها مع جزر كوسه اي خضار عندك. الخضار لما نخش النار تاني طعمه فلفليه وكده بتضيع، الطفل بيتقبلها. لكن على الاقل بتشرب بالشوربه، بتتخلط بتبقى تقيله. الناس اللي عندهم امكانيات طبعا بيضيفوا الكريمه للطبخ، بيضيفوا جبنه مثلثات، طبعا دي راتب موظف. دي ممكن تتشرب للاطفال اللي عندهم امكانيه، ودسمه وجميله وفيها كالسيوم وفيها طاقه. اما اللي ما عندهم امكانيه الشوربه دي ذاتها يقطعوا فيها زي ما قلنا بطاطس او غيره ويخلطوها، يخلطوها تضيف لها فراخ مسلوق طبعا افضل، لانها بتكون دسمه وبتكون طيب. دي وجبات خلال اليوم. نحن ليلا بنحتاج زي ما ذكرتي لموضوع ريلاكسيشن او الهدوء بالنسبه أيوة للطفل، باعتبار أيوة انه هو يصحى ألنته ويقطص أيوة وكذا. فقبل النوم الطفل ممكن يتناول شنو؟ ما في افضل من الحليب، في كبروتين، ككالسيوم، كحاجه ما تعمل لنا صهاد. نحن ما ننسى انه الاطفال بينضف فيهم، لانه اي طفل بيرمي البطانيه، اي طفل بيرمي الغطاء بتاعه، تلبسيه بنطلون برضه زي ده تلقيه ولا ما داري يلبس، عايز ينوم زي ما كان بينوم في الصيف. انا حدفيه بالغصب فما اديه حاجه تعمل له صهاد. انا ما اعرف مواعيد نومه متين، في اطفال بيدعشوا وينوموا طوالي، في اطفال بيدعشوا ويلعبوا ولا تاني دارين يدعشوا. فانا لو عايزه اعمل له يا اديهم حليب للعيش العادي ده الطبقات كلها، بالرغم ان الحليب هسه بقى غالي يعني ما زي الاول، او اقوم اديهم وجبه خفيفه. زي شنو مثلا الوجبات اللي هي زي العيش مرشوش بشوربه اللي قلناها دي، منها تكون سخنه. ايش مرشوش بيه؟ بشوربه. شوربه العصيده حقتنا تسمي لا هسه واحده كان ارشد عيش بشوربه بقول لك لا ما حد يدي لبن بعدها يعني اذا أيوة. اديته شوربه هي ما مشبعه، ما احنا ده قلنا بروتين لا هي حيواني. في فهم لانه يعني في اشياء ما بياخذوها مع بعض. والله انا يعني امنت كزوله بتاع التغذيه انه امهاتنا كلامهم صح. انا كان مره انه قال بعد بعد الملوخيه الواحد ما يشرب حليب، فاحنا اخذناه في الجامعه الليل ملوخيه حليب يعني شنو كالسيوم وده حديد. السمك والحليب واللحمه والحليب حاجات كثيره هي يعني. اقول لك طبيا قالت كيف الحليب والسمك انه الكالسيوم والحديد يتحدوا مع بعض وبينزلوا من الجسم ما بيستفيد منهم، عشان كده بقول لك الحليب والسمك ما يكونوا مع بعض. لكن ما بيعملوا مشكله في الجهاز الهضمي صحيا؟ لا لا صحيا لا. لكن الملوخيه والحليب انا عملتها 3 يوم ما مشيت الجامعه. ما تطبقوا يا ناس التغذيه، ما تطبقوا الكلام اللي بتقال جربوا في اي بتقال في الكتب دي. احنا بنديه الحليب كحاجه بعد ختام اليوم، لكن اذا احتاج لي وجبات يعني هو لو اكل ختام اليوم، لكن اذا احتاج لي وجبات بعدها بعد الحليب يعني قبل الحليب، ما هو الحليب ده انت بتديه له وهو عايز ما كوجبه ما كحاجه مشبعه. بالضبط زي العصير لو اديناه البروتين ده اللي زي ما قلنا الفته دي بتاعتنا، فته فول، فته شوربه، ايا كانت نوعها اديناه لهم اكلوها وما حسوا بانهم جعانين، نخليهم ينوموا. نديهم معاه قطع فيها جبنه، فيها زبادي، فيها دكوه، ما كيف فهم انه لا لا الشتاء والبرد وهو أيوة لازم أيوة. ياكل بس زي ما طول الليل بياكل السهب يعني يمكن الدب يكون نايم يصحى يستفرغ. ايوه ماله ماله اكل ونام. ده بالذات الناس البيض المسلوق في الحاجات السمك الحاجات اللي فيها كميه بتاعت بكتيريا والوجبات الجاهزه ممكن تتخمر او كده. ايوه ومع وتكون ثقيله في الهضم اللي هي زي ما قلنا البرجر الشاورما اللحوم اللي بتكون مركزه او كميه من اللحوم العاليه. لكن بروتين يعني زي الفول او غير العدس أيوة او غيره قلنا شوربه، الشوربه دي لما البيبي ياكل مثلا معاها رز معاها اي حاجه بياكل قطعتين 3 قطع بتاعت لحمه طبعا. لكن لما تدي شاورما ماكل نص فرخه او ربع فرخه طبعا. ماكل برجر قطعه كبيره اكبر من يده فدي هنا بتبقى المشكله. طيب خلينا برضو نتكلم عن جوانب لانه الطبخ للاشياء يعني كثير نحن خاصه في موضوع الفطور للطفل بنجي للجوانب اللي هي كل الاشياء اذا كان حتى نحن اللحوم البارده او غير الجاهزه فبالتالي بيقلوها في الزيت. أيوة خلينا أيوة. برضو يعني نتكلم في الاخطاء الجوانب اللي ممكن تكون في الافطار دي اذا كان بالنسبه للتحضير نفسه اضافه الملح والسكر وغيره او حتى القلي وغيره يعني دي الجوانب المهمه. ايوه نحن لو خلينا مثلا اللحوم البارده دي نحن فهمنا صح زي ما قلت المارتديلا كل ما نحطه في النار ايوه
هو ده نار، لكن احنا نحطه في النار، ما هو اصلا مدخن او في من المصنع طالع جاهز. ايوه لكن استساغه كده ما متعودين عليه، وهي حاجات دخيله علينا، لا حبواتنا تربوا لها ولا امهاتنا تربوا بها، ناس تكون واضحين. لكن الاطفال بيحبوها. انا ممكن ادخلها لهم مره واحده في الاسبوع. انا كان جاتني مره، يعني انا طفلها ده عنده نقص في الكالسيوم، عنده مشاكل كثيره. قام قالت لي انا اطفالي اصلا عندي لهم 5 برجر وسجو وهوت دوغ ومارتيديلا، ما متذكره 5 شنو، يعني كلها لحوم مصنعه. دي كده بالنسبه لها هي بتعمل لهم فطور فخم وكده. ايوه قالت لي كده بنفخه كده. وعارفه والولد الثاني كان حاشي بين نعيميه. حشوته في اللونش بوكس نعيميه. قلت تعالي تحت لها اللونش بوكس، وكشف ده النعيميه حقت امبارح دي. الام خدتها له ومعاه عيش ومعاه ثاني موزه، احسن لنا من شاورما تقدر، واحسن لنا من حاجات كانت جاهزه دي. فما تتنسخي دي حاجات كلها يعني غير مصنعه، فيها كميه بتاعت دهون انت ما عارفاها شنو، فيها كميه بتاعت مواد حافظه انت ما عارفاها شنو. في مصانع هنا ضخمه في السودان وما في داعي لذكر الاسماء بتعمل المرقه الرزيه. المرقه الرزيه دي انا كان دا اتكلم لك عنها ده 3 حلقات طبعا. فانتوا يعني ما فهم انه انا والله بحشيه وكده، ليش ما دي حاجه حلوه يعني؟ يا اخي خدت لي الحاجه اللي امبارح في البيت، خدت لي بيزات ملوخيه اي حاجه انت خدت لي. فحكايه بتاعت انه الواحد مثلا اجهز له حاجه له براه دي بقت صعبه كاقتصاديا وك. وعندنا برضو استخدام الملح والسكر يمكن تكون في برضو فيه مشكلات، يعني زيادة في السكر زيادة في الملح. نحن عموما كثقافة سودانية كل الأشياء عندنا يعني السكر في العصير بنعمله زايد، الملح في الطعام بيكون زايد كده. نحن كمان عندنا برضو الأطفال ممكن يكون في تربية مشكلة. الأطفال السليمة الطفل لحد عمر سنة ما تدخل لا ملح لا سكر. ده مين بتعمل لك حلة براء لطفلة هذه؟ مستحيل. قاعد خطته مما تم بعمر 6 شهور أكله من الصينية كل شيء. اي حاجه ادوا عليهم مقليه مشويه مفرومه ادوا عليهم. فما عندنا الثقافه دي، وما عندنا اول حاجه غير الامكانيات، ما عندنا نشاط الامهات او المسؤوليه. هي والله ما نشاط. أيوة. مسؤوليه اكثر يعني، احنا البيئه ما مساعده يعني. الام ساكنه في بيت نسابتها، عندها امها عندها ابوها، يعني عندها اطراف ثانيه عايزه مسؤوله منهم غير اطفالها، وما عندها وقت لذلك. والله نحن نتمنى الصحة والعافية للجميع، نتمنى إنه الكبسولة الصباحية دي الليلة كل الأمهات بتكون سمعتنا، ونتمنى إنه كل أم كمان وكل الأسر حتى الآباء يكونوا مسؤولين تجاه صحة أطفالهم. نحن شاكرين لك جزيلا دكتورة طماضر عبد الله واختصاص التغذية، وكان حديث اليوم عن جوانب مختلفة لتغذية طلاب المدارس.